صانعه البهجه وصاحبه السعاده الفنانه الجميله اسعاد يونس. زي ما تقولي انا يعني ايه ظهرت كده او سيطرت على بما يعلمون عني يعني، فهي فيها شبه كبير جدا الحقيقه. انتوا كنتوا حريصين ان انتوا تناقشوا قضايا معينه ومشاكل بتحصل في كل بيت. هو متنوع المسلسل الحقيقه، الكواليس حلوه قوي. احنا داخلين ما فيش تاريخ بينا، فالتاريخ اتنشا بينا مع اثناء العمل. يعني احنا سننا اصبح بيحس بوحده فظيعه لانه مش لاقي حاجه شبهه، ولا في جاب الزمن كبيرة ما بين الجيل الحالي، ولا الزمن ولا الشوارع ولا الأكل ولا اللبس، ومفيش حاجة شبهنا. ماما انت ايه اللي جابك هنا؟ انت تعرف زوزو؟ زوزو بسرعة تزال تعمل كده ليه؟ عامل لك حتة مفاجأة سندوسي. عاملة ايه يا زوزتي؟ ماما لا اقبلت معاك تيتا، دي أحلى حاجة في حياتي. عايزاك ايه؟ أسد بياكل النجيلة. يا كيلاني ازيك؟ ازيك؟ الف مبروك على المسلسل. ثانك يو، ربنا يخليكي. انت الدلوعه بتاع تيتا زوزو. خالد قفل العنقود بتاعها. احكي لي بقى عن العلاقه بينك وبين تيتا زوزو في المسلسل، عامله ازاي؟ هي العلاقه حقيقيه جدا بين ولد ومامته، بس لما يبقى الولد الفيفوريت او القريب منها قوي، او العلاقه مختلفه بالذات معاه، لان هو كمان مش فيفوريت لسبب، بس هو اكتر يمكن واحد انفولفد معاه في حياتها، حاسس بيها قوي، حاسس بمشاكلها قوي، وبالعكس برضو هي عايشه معاه في نفس الموضوع، وعلاقتهم اقرب لاتنين اصحاب مش بس ولد ومامته. اللي انا عارفاه انه استاذه اسعاد كانت حريصه ان هي تختار الشخصيات اللي معاها في او الابطال اللي معاها في المسلسل وتختار اولادها. اختيارها ليك حاسك بايه؟ بصي انا مبدئيا الحمد لله رب العالمين ان انا محظوظ جدا، ودايما بشوف نفسي محظوظ قوي بالناس اللي انا ربنا كرمني واشتغلت معاها. يعني انا اشتغلت مع استاذ يحيى الفخراني، اشتغلت مع استاذ عادل امام، فبالنسبه لي ان يبقى معايا استاذه اسعاد يونس دي كانت بالنسبه لي يعني حاجه عظيمه. ولما وهي كبني ادمه مكسب كبير قوي لاي حد يعرفها بصراحه. انت حظك حلو يعني بصراحه. الحمد لله من البدايات ولحد دلوقتي يعني. الحمد لله الحمد لله. احكي لي شخصيه خالد شبه كيلاني في ايه في الحقيقه؟ يعني احنا ممكن نكون متوقعين هنشوف ايه في شخصيه خالد؟ بصي هو خالد بحس احيانا انه في مني كتير جدا كل حاجه، وبحس احيانا انه مختلف عني جدا، بس خالد كرييتيف دايركتور بنفس المايند سيت بتاعه الولاد والشباب اللي بيشتغلوا في الشغلانة دي، بنفس الطريقة بنفس الفكر كده، بيحب يهزر على طول، حتى في الكوارث بيقلب الموضوع بالنسبة له هزار. هو من نوعية الناس اللي هو لما بيبقى في كارثة كبيرة قوي هيقعد يتريق على نفسه يعني. ففي حاجات بحس انه شبهي فيها جدا، وفي حاجات بحس انه لا خالص. شفت لكم صورة حلوة قوي انت واستاذ اسعاد يونس لابسين في بيجاما بارتي، لابسين بيجاما بارتي بيجاما شبه بعض. بيجاما بارتي احكي لي بقى عن الكوارث. بصي ده 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 دي حلقة مهمة جدا بالنسبة لي، والمشاهد اللي في الحلقه دي مهمه جدا بالنسبه لي، فكان بالنسبه لي حلو قوي ان انا بس يبقى بالنسبه لي صوره عشان تبقى موجوده، فاهم قصدي؟ ميمر يعني، حاجه لطيفه كذكرى. ومن ألز المشاهد اللي بينا وبيني وبينها في المسلسل. طنط ماما 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 اه يا حبيبتي يا ماما، شفتي عملت فيها ايه؟ منك لا شيء، امي بتروح مني. انا اسفه يا طنط والله ما كانش قصدي، انا عملت كل ده عشان بحبه ونفسي يتجوزني. والله يا طنط انا كدابه، هو ما جاش جنبي ولا قرب مني عشان خاطري، والنبي يا طنط فوقي، والنبي يا طنط عشان خاطري فوقي. كملي. انت مضرب عن الجواز في المسلسل. طب احكي لي بقى يعني فكره بقى الاضراب عن الجواز. انت في الحقيقه خلاص رجعت الحمد لله ومبقاش فيه اضراب، وعدت التجربه مره تانية. فكره بقى الشباب تنصحهم بان هم يبقوا زي خالد ولا زي كيلاني في الحقيقه؟ يبقوا زي خالد ويبقوا زي كيلاني، يعني يعمل يعني في الاخر خالص، في الاخر خالص يوصل للنتيجه دي لما يبقى هو ساتسفايد ومتاكد وراضي وشايف ان بجد ده الاختيار الصح والدنيا تمام. لو مش حاسس كده اكيد ما يعملش كده. الموضوع ملوش علاقه بسن، الموضوع ليه علاقه بانك مرتاح او لا، وخصوصا ان الناس مع كل مرحله عمريه دماغهم بتختلف تماما، وبيبقى متطلباتهم مختلفه تماما. فاللي النهارده لازم يبقى واصل لسن هو فيه ماتيورد عشان يبقى عارف شويه بس هو عايز ايه مش عايز ايه، لان الجواز حاجه وجيرني اكبر بكتير قوي من الاعجاب ومن الحب، بتبقى حاجه اقوى من كده بكتير، فلازم تبقى الحسبه كلها محسوبه. اكيد يعني ارتبطت وسبت وارتبطت وسبت، هو مش الناس كلها بتعمل كده ولا ايه؟ الحمد لله. والله انا عايز اقول لك
انا شايل هم السؤال ده من اول القعده والله. مش معنى بقى انا خفت بقى تبقي تعقدتي وانا عايش بذنبك ومش عارفه اتعيش. سمعت ان في غنى وحاجات لطيفه في في كل حاجه زوز. احكي لي بقى ايه الاغاني اللي هتتغنى، مين المؤلف، مين الملحن؟ تيتا زوزو غنت معاك في حاجه منهم؟ تيتا زوزو غنت معايا غنت معايا اغنيه من عدلي القيعي وعزيز الشافعي. الله ده ماكس خطير. وهي يوم البيجاما بورتي اللي فوت قعدتنا ما يضمش على لمتنا، ده براحته 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 بكره يركز يعرف غلط، احنا كده كده هنا رايقين دنيتنا لذيذه وفكه سهله الفرحه وعلى تكه، واللي زعلنا براحته ده براحته 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 على مين يا حبيبي على مين. يا نور ايه الاخبار؟ كله زي الفل. الف مبروك تيتا زوزو. الله يبارك في عمرك. تسلم. المره دي شخصيه مختلفه عن متعودين عليه من نور محمود. يعني دايما انت العواص الطيب الجميل اللطيف. احكي لي بقى عشان انا حاسه كده ان انت حاجه مختلفه المره دي. انا السايق في روايه احدهم. السايق في روايه احدهم. لا انا الابن الاكبر لزوزو، واحد من اربع اخوات. هو الابن الكبير المهندس، دخل كلية هندسة وعايز اتجوز بدري جدا، وأول ما اتخرج على طول وعايز كل حاجة تمشي بالورقة والقلم. بس هي المشكلة عنده ان بالورقة والقلم من وجهة نظره بس، ما عندوش استعداد تحت اي بند ان هو ينزل لدرجة معينة علشان يتفاهم، او ان هو يبقى عنده الفلكسبيليتي في المناقشة، ما عندوش ده. هي وجهة نظر واحدة بس اللي عايز يطبقها. فعلاقته بزوجته بشرين إناس كامل علاقة فيها، هي منتظرة منه مشاعر الزوج ومشاعر المحب، وهو دايما شايف ايه الصح وايه الغلط وايه اللي انت بتعمليه وايه اللي المفروض ان هو يحصل. طبعا بيحصل تحولات بعد كده ان شاء الله في الشخصية مختلفة جدا جدا. يا رب اكون عند حسن ظن الناس وهي بتتفرج. وانا ممكن اسألك سؤال؟ طبعا لازم تسأليني سؤال. طبعا مستنية ايه السؤال بتاع كل يوم؟ انت بقيتش تحبني زي الاول، انت ما بقيتش مهتم بيا كفايه. انت اخر مره قلت لي كلمه حلوه. لا 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 لا، جو المراهقين ده الله يخليكي تنسيه خالص. انا مش هقعد جنبك واسيب شغلي واقول لك شكرا يا حبيبتي وبحبك يا روحي، احنا كبرنا على الكلام ده خلاص. قولي كنت هتندم قد ايه لما كنتش عملت الدور ده؟ انا امل حياتي ان انا كنت اشوف اسعاد يونس. بالظبط، انا عارفه ان كان في اصرار منها ان انت تعمل الدور ده. امنيه حياتي ان انا كنت اطلع من معاها في البرنامج وده حصل. فما بالك ان انا بعمل معاها مسلسل بمثل معايا ابنها كمان وطالع ابنها. فلك ان تتخيلي مدى سعادتي وانبساطي وشرف عظيم بالنسبه لي ان انا بمثل قدام قيمه بجد، قيمه فنيه على مستوى مصر ومستوى العالم العربي كله، فده شرف كبير جدا جدا. احساسك كان ايه وهي بتصر ان انت اللي هتعمل الدور ده؟ ده اتقال لي ان استاذه اسعاد كانت مصره ان انا اكون موجود في دور سيف، فده زي ما بقول لك شرف كبير جدا وانبساط ما بعده انبساط يعني الحمد لله. انا عارفك كويس، يعني انت لما بتحطي حاجه في دماغك هتحققي حلمك هتنفذيه هتنفذيه انا متاكد. مش عارفه والله. لا يا حبيبتي لا معلش معلش يا حبيبتي. انت اخر تعاون ليه كان مع استاذه شيرين عادل في مسلسل محارب. مظبوط. احكي لي عن الاختلاف ما بين محارب وما بين تيتا زوزو. لا استاذه شيرين كاستاذه مخرجه عظيمه وكمان دمها سكر، يعني انا بحاول اقنعها طول الوقت يعني انت بتعملي الكلام ده المفروض تعملي كوميدي يعني. هي دمها خفيف جدا فروحها حلوه ومخليها كواليس حلوه زي ما قلت لك مع وجود استاذه اسعاد. لا بس هي الفكره ما بين اخر عمل اللي احنا تقابلنا فيه اللي هو كان محارب والعمل اللي احنا بنتكلم فيه اختلاف دراما كمان. هناك احنا بنتكلم في مطاردات وسسبنس ومش عارف ايه الموضوع هناك متنشن جدا على مستوى الدراما وعلى مستوى كمان التحضير للمشاهد اللي بتيجي، فطبيعي ان انت كنت تشوفي الناس شويه من التركيز في الدراما. هنا الموضوع مختلف، موضوع هنا عيله وموضوع اسري وموضوع في حب كبير جدا من جدة زي تيتا زوزو لأولادها وأحفادها وإزاي بتتعامل معاهم. فعلى ما أظن أنه هو ممكن يكون الاختلاف ما بين الاثنين هو محتوى الدراما ما بين الاثنين، لكن أستاذ شيرين هنا أمر وهنا أمر، فيعني طبعاً في الاثنين أكيد عسل. أكيد بس هنا الموضوع أخف وجو أسري أكتر ومسلسل لايت كوميدي، فده ده 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 معكوس علينا يعني. استنى عندك يا بيه، أنت داخل ولا كأنك عملت حاجة. إيه في إيه؟ أنا فعلا ما عملتش. لا عملت اللي طول الوقت ببعدك عنه وبحذرك منه. انا عارف ان هو ورا كل اللي حصل، انا عارف ان هو ورا انك سبت تعليمك برضه عارف. مش هو خالد اخويا يا اخي؟ مش عايزك تبقى زيه. ايه ده بس يا سيف؟ بس انت اسكتي خالص، انت السبب ورا كل ده.
يا طنط. طنط ايه يا نهار اسود يا بنتي؟ من ساعه ما اتجوزت سيف وانا بقول لك انا اسمي زوزو، عيالك كبروا هتجننيني. زوزو حاضر، حقك عليا، انا اسف. قولي بقى اللي انا عايزه اسمعه بقالي كتير مستنياه. حضرتك اكيد حاسه بكل حاجه، بس انا خلاص ما بقتش قادره. سيف بقى في منتهى القسوه معايا انا والولاد، مش عارفه جايب القسوه دي منين. ما كانش كده معايا خالص قبل الجواز، كان في منتهى الحنيه. ده كان بيفكرني بحنيه بابا الله يرحمه. ايه اللي حصل وايه اللي غيره بالمنظر ده؟ انا مش عارفه. ايناس ازيك؟ تمام الحمد لله. انت مبروك على تيتا زوزو. الله يبارك فيك. لما حماتك تبقى صاحبه السعاده احساسك بيبقى ايه؟ يا سعادتي انا، انت متخيله؟ مش احلى من كده حاره بصراحه. ده حقيقي. علاقتك بتيتا زوزو في المسلسل بقى العلاقه التقليديه بتاعه الحما ومرات الابن، ولا علاقه حلوه؟ لا علاقه حلوه. علاقه حلوه دي، ده جديد ده. علاقه حلوه جدا، هي المفروض انها علاقه جميله، ويا ريت تبقى دي مثال للعلاقات كلها ما بين الحما ومرات الابن. الله. دايما احكي لي عن شخصيه شيرين في تيتا زوزو، عامله ازاي؟ شيرين شخصية لطيفة جدا، أم وزوجة وعندها مشاكل، وواحدة اتجوزت بدري قوي وخلفت بدري قوي، ولادها كبروا مشاكلهم كبرت معاهم، وجوزها طف شوية بتجيلها، بتعدي بمرحلة كده اللي هي في الحياة اللي هو خلاص ما تفهميش هي يأسة ولا هي محبطة ولا ايه. ايه المسج اللي حابة توصليها للستات في دور شيرين النهارده؟ اعتقد ان المسج ان الجواز ما هواش حاجه سهله، جواز بيحتاج شغل كتير، هارد وورك كتير اعتقد، وان مفيش حاجه ابيض واسود، وان الواحد لازم يحاول، مش اللي هو انا يأست فخلاص فارمي الموضوع. لا، هو الموضوع بيحتاج مجهود وبيحتاج محاوله، ونكرر المحاوله اذا فشلت، مش طالما في نيه للاستمرار او في امل ان هما الاثنين دول ممكن يكملوا مع بعض. اسهل حاجه دلوقتي في اسهل حاجه دلوقتي ان هو الطلاق، ويلا ما عندناش استعداد نصلح حاجه. زمان كنت تحس ان الكابلز والناس بياخدوا بعض فعلا على الحلوه والمره، واحنا مكملين مع بعض ايا كانت الظروف. دلوقتي اللي هو انا ايه اللي يكبرني؟ لا مش قادره، لا مش طايق، لا مش عايز، لا انا هتفوتني حاجه احسن. فهي دي الفكره. فهو ده اللي انا اعتقد ان قصه شيرين بتقوله، ان هو ما تيأسيش، ما تبقيش سلبيه، ما تبقيش ام سلبيه، خدي موقف وتدخلي في شؤون حياتك قبل ما تكون شؤون حياه ولادك. انا قلت لك 100 مره قبل كده انا ماليش دعوه بالمواضيع دي، مواضيعكم مع بعض حلوها مع بعض. هو ما انت بتقوليه ده؟ انا عايزك تساعديني، مش عايزك اكون واقف في وش المدفع كده لوحدي. عمر انا مش عايزه رغي كتير، ابوك عندك روح كلمه، انا ماليش دعوه. اتفضل. زيزو مبروك على تيتا زوزو. الله يبارك فيك يا رب، منورانا في بلكونه تيتا زوزو. احنا مبسوطين جدا معاكم في اللوكيشن النهارده. الحمد لله يا رب. احكي لي احساسك كان ايه لما اخترتك استاذه اسعاد يونس ان انت تكتب المسلسل؟ بصي انا مع مدام اسعاد في برنامج صاحبه السعاده كسكريبت رايتر ومدير تحرير من 2013، من ساعه ما بدانا التحضير وبدانا تصوير فعلي في 2014. فانا معاشر مدام اسعاد لفتره طويله جدا. كانت البدايه كانت فكره احمد فايق رئيس تحرير البرنامج، فكره ان احنا تيجي نعمل مسلسل بطوله مدام اسعاد تكون فيه جده وبتعامل مع احفادها. فانا كنت عامل قبل كده كذا مسلسل في ورشه محمد امين راضي، كنت عامل بيوت اسرار وحكايات بنات 4 و5 و مسلسل نوايا بريئة، أكتر من عمل آخر. فهم قالوا لي طب تعالى نجرب ونشوف أنت تقدر تعمل ده ولا لا. فعرفت الموضوع، أخدت الفكرة، عملت المعالجة، عملت الشخصيات، كتبت الحلقات، كان معايا بعض الزملاء معايا كانوا شاركوا معايا في كتابة بعض الحلقات، بس الحمد لله عجبهم. اهو انت بتتكلم عن فوق ال 11 سنه عشره مع استاذ اسعاد يونس، العشره دي فادتك قد ايه في كتابه الشخصيه؟ فكره ان انت اكيد عارف هي ازاي بتتعامل مع اولادها واحفادها وشخصيتها الحقيقيه معاهم في البيت، فادك ده قد ايه في كتابه السيناريو؟ ده فادني كتير جدا. يعني الشخصيه، شخصيه تيتا زوزو، هي لو مدام اسعاد في المواقف اللي اتحطت فيها تيتا زوزو كانت هتتصرف ازاي؟ فانا عارف مدام اسعاد كويس قوي، بقعد معاها كتير جدا، اصدقاء وزي امي، زي صاحبتي، حبيبتي. هي يعني مدام اسعاد اللي بيدخل في حياتها واللي بيتشرف انه يدخل حياتها ويبقى قريب ليها فعلا بيلاقي حاجه
مختلفه بيه، لها حاجه يتمنى ان هي تبقى موجوده في حياته. ففادني جدا ان انا عارف مفضلاتها، عارف وجهه نظرها، عارف تعاملها وردود افعالها، ففادني جدا جدا في الكتابه. كنت حريص ان انت تكتب شخصيه شبه شخصيتها في الحقيقه، ولا ده ما كانش فارق معاك قوي؟ مدام اسعاد بقالها فتره كبيره بعيد عن البطولات التلفزيونيه او البطولات بشكل عام، فلما هنحاول نرجع تاني او نحاول ان احنا نعمل مسلسل من بطولتها، بالنسبه لي كان يفضل ان هو يبقى قريب منها بشكل ما. ده غير ان النموذج بتاع مدام اسعاد فعلا نموذج يا ريت يبقى موجود في كل بيت مصري، يا ريت. نتكلم شوية عن شخصية إسلام إبراهيم رشدي، شخصية الاي اي الموجودة في المسلسل. احكي لي بقى الشخصية دي من الاول وانت بتكتب على الورق كانت في دماغك، ولا انت بعد كده حبيت تزود الشخصية دي، جات ازاي؟ هي اصعب شخصية كتبتها في المسلسل كله، باقي الشخصيات كلهم من لحم ودم، فببقى لما احط نفسي مكانهم ابقى عارف ممكن رد فعلهم يبقى عامل ازاي او ردود افعالهم في اي موقف هم فيه. الشخصية بتاعت رشدي جات لي من ابلكيشن، ابلكيشن انت بتعمل الكاركتر بتاعك اي اي وبتقعد تتكلم، بتنزله وبتختار شكله وبتختار عينيه ولون شعره وكل حاجه فيه وبتنزله قدامك، بيبقى على الموبايل بتشات معاه او بتنزله في ار بتبقى باصص له من ناحيه من الكاميرا الموبايل وبيتحرك في الاوضه وهو معاك. فانا ابتديت اتعامل مع الكاركتر ده كانه حد حقيقي جدا. يا ست الكل انا اي اي، يعني زي الموبايل او الكمبيوتر جهاز، يعني انت بتتكسف تغيري قدام الاجهزه؟ لا لازم اتكسف. تعرف بقى اصل اللابتوب والموبايل وشاشه التلفزيون الذكيه فيهم كاميرات، الله اعلم بقى مين عامل هاك وبيتفرج. طيب اللي بيعمل الهاك ده بني ادم وبيستخدم اللي صوره، وانت قلتي بنفسك ان انا مش بني ادم. صح، وانا ما كذبتش، انت مش بني ادم فعلا. استاذه شيرين، مبسوطين جدا ان احنا معاكم النهارده في لوكيشن تصوير مسلسل تيتا زوزو، الف مبروك على المسلسل. ميرسي يا حبيبتي، الله يبارك فيكم، وانتم منورينا النهارده في بيت تيتا زوزو. من اول ما جينا واحنا حاسين باجواء عائليه، من اول ما طلعنا على السلم من تحت وفي اجواء عائليه جميله جدا. احكي لي بقى على الكواليس مع استاذه اسعاد يونس وهي لما كل حواليها. بصي، يعني المسلسل ده الحقيقه انا مبسوطه جدا بكواليسه. احنا قاعدين في بيتنا كلنا، يعني قاعدين في بيت تيتا زوزو بجد يعني. وهي الحقيقه استاذه اسعاد هي اللي مديانا الاحساس ده، وهي اللي مديانا الدفى ده، لان هي ست بصراحه جميله جدا، انا ما شفتش حاجه كده يعني، منتهى الاحترام ومنتهى الذوق ومنتهى الاحترافيه. هي اول واحده بتيجي واخر واحده بتمشي، يعني بصراحه الشغل معاها ممتع بجد. ورا الكواليس بقى هي ماما وتيتا وكل حاجه في الدنيا للكرو كله والكاست كله. فالحقيقه انا شخصيا انا مستمتع جدا بالمسلسل ده. عندنا شخصيه مختلفه في المسلسل اول مره بنشوفها في الدراما المصريه، وهي شخصيه اي اي. احكي لي بقى الشخصيه دي اخترعتوها ازاي، وازاي قدرتي تعمليها بشكل يبان طبيعي مش يحسسنا ان هو عفريت طلع لنا في المسلسل؟ شخصيه الاي اي اللي عندنا احنا حبينا ان احنا نعمل حاجه من الموجوده دلوقتي. موضوع الذكاء الاصطناعي ده طبعا بقى كتير قوي في حياتنا دلوقتي، وموضوع الاي اي بقى موجود، والاطفال الصغيرين بقوا رايحين ناحيه الحاجات ديت، فحبينا ان احنا نتعرض لهذا الموقف. وكان من خلال ان هي عندها احد احفادها بيعمل الموضوع دوت، منزل هو ابلكيشن على الموبايل بينزلوا في نظاره مفروض بتتلبس فبيطلع طبعا يعني هي مش بالبساطه دي، بس احنا حاولنا نبسطها عشان توصل للناس يعني. فهي لما لقيت حفيدها بيعمل ده وبيحكي لها على الموضوع ده، فقلت طب انا كمان عايزه اخش في الحكايه ديت وانزل اي اي واتعامل معاه وبتاع. فابتدى فعلا ينزل لها الابلكيشن على الموبايل ويجيب لها النظاره اللي هي بتلبسها، فيظهر لها الاي اي اللي هي بس بتبقى شايفاه، هي بس اللي بتبقى شايفاه ما حدش تاني، وهي بس اللي بتبقى سامعاه. عشان كده حتى هو بيمشي معاها في الشارع، بيمشي معاها في اي حته، هو ما حدش شايفه. انا متخيله مواقف كوميديه كتير بتطلع. لا بصي، هتلاقي الموضوع ده كتير يعني استاذه اسعاد واسلام الاثنين اكيد يعني مع بعض مشاهدهم مع بعض كانت بتبقى من احلى مشاهد المسلسل. يعني احنا اعتقد ان الكرو كله كان بيقعد يستنى مشاهد اس واسلام عشان خاطر
بجد بنضحك. خفة يعني الدم دي كانت بتخليكي توقفي وتعيدي يعني تاني ولا كان ايه اللي بيحصل؟ لا كان بيحصل ساعات ان احنا ناس ممكن ورا الكام ناس تضحك مش قادرين نسيطر على الحكاية بسبب ان هما بجد دمهم خفيف هما الاثنين مع بعض في كيمياء بينهم. يعني دايما كده الممثل لما بيبقى في كيمياء بينه وبين اللي قصاده بتبقى الحكاية ألطف كتير. يعني أم أحمد عندها أربع ولاد شرق وغرب وجنوب، الرابع اسمه إيه؟ طب قولي لي اسمها بالكامل وأنا أقول لك كل حاجة عنها. أنت مالك ومال اسمها؟ ما أنا لازم أعرف مين أم أحمد دي. الله، ومالها جاوبك إزاي؟ عرفيني عليها وأنا أقول لك. هي الفزورة كده. هو أنت بتسألين أي أسئلة ملهاش إجابات وخلاص؟ بتعجزين يعني؟ لا مش بعجزك، بس هي دي بقى الأسئلة اللي ما يعرفش يجاوبها غير البني أدمين. أنت من المخرجين الشاطرين قوي واللي ليهم سيطرة على اللوكيشن، ويعني في وسط اللوكيشن كده ليكي هيبة كبيرة جدا. احكي لي بقى في وضع زي وجود فنانة كبيرة زي سعاد يونس بتتعاملي ازاي كمخرجة كبيرة ومخرجة ليكي هيبة وحازمة في اللوكيشن بتاعك؟ احكي لي بقى بتتعاملي ازاي مع أستاذ سعاد؟ لا انت كده بتبوظي سمعتي انا. لا انا بحب السيطرة جدا يا جماعة، انا مش كده خالص. لا السيطرة دي اهم حاجة. بصي الحقيقة انا بجد أستاذة سعاد انا ما شفتش حد ملتزم زيها، ما شفتش حد بيقول حاضر زيها. هي ما بتتدخلش في اي حاجه خالص، زيها زي اصغر حد موجود في اللوكيشن، بتسمع مني جدا، بتنفذ اللي انا بقوله جدا، فهي بصراحه ما بتاخدش مني اي مجهود، بالعكس هي اسهل حد في التعامل في اللوكيشن. الجاي ايه؟ شفنا كوميدي وشفنا اكشن في رمضان. يعني بصي ان شاء الله عندي حاجه في رمضان، يعني مش عايزه اقول تفاصيل، بس يعني ان شاء الله يبقى في مسلسل في رمضان ان شاء الله. يعني كل التوفيق ليكي وان شاء الله تكسروا الدنيا كالعاده. ربنا يخليكي. نورتيني. شكرا لحضرتك. مش فاهمين اللي غلطان دلوقتي، هتجيبي المفتاح ولا انزل اكسر الباب؟ تكسر باب ايه؟ هتزعج السكان، مفيش مفتاح يا مصطفى. يعني معقول يا مصطفى هتنزل وتكسر الباب وبعد كده تضطر تصلحه؟ باب غالي مش رخيص يا مصطفى. هو ايه ده اللي غالي؟ انت صحيح قاعد على قلبك مراوح وابنك على رجليك وعمال تنشر عليا؟ مش قصدي. ما انتوا كلكم حاطين ايدكم في الميه البارده. انا هنزل اكسر الباب. اكسر الباب. احمد ابعد عني من هنا. مصطفى انت اهو يا اخي، ما انا قلت لك لسه. انت كنت فين يا كنت فين؟ اهدى بقى. احترام لله. انت كنت فين؟ كنت على سلامة ادم. احكي لي بقى عن شخصية عمر حفيد تيتا زوزو. عمر حفيد تيتا زوزو الكبير، اكبر حفيد. شاب عنده 18 سنة لسه مخلص جامعة وبتاع، وبيحصل مشكلة بينه وبين باباه كده بتأثر على علاقتهم جدا. هو عايزه يبقى حاجة والتاني عايز يغني راب، وقصة كده طويلة. فبينقل على زوزو. بيدخل على تيتا على طول. بيدخل، انت عارفه بقى اللي هي الحته الطيابه والحنيه. أيوة وبتاع. كلمي بابا الحاجات دي. فبينقل على زوزو، فبتحاول تساعده بقى يحل مشاكله، بتحاول تقنع بابا. عنده علاقه بيها، دايما بيبقى الحفيد الكبير ده بيبقى عنده حته كده. ده دي حته مميزه جدا، مميزة بيبقى قوي. الدلع كله بالظبط. وبعدين بتبقى اتعودت عليه وهو صغير، فهو بيبقى كبر، فبتحاول تدلعه برضه بنفس الطريقه، فهو يقول لها انا كبرت بقى ومش حاجات كده، حاجات لذيذه كوميدي كده بينا، وفي حاجات جد في كل حاجه. عمر في المسلسل اختار صح ولا هو مختار غلط وفاكر ان هو صح؟ ما هو كل واحد بيختار اختيار بيبقى فاكر ان هو صح، عشان متفقين برضه. يعني هو شايف عمر من وجهه نظره ان اختياره صح، بابا شايف ان هو غلط، مش عارف جدته شايف ان هو صح، خياله هي كده. بس الفكره بقى في النهايه انك نجحت في اختيارك ده في الاخر ولا لا، ما هو ده اللي بيحدد انت صح ولا غلط. في بدايه المسلسل بيسمع الكلام ويقول حاضر ونعم. انا مش كده خالص. انت مش كده خالص. طب عمر بقى في تطور في الشخصيه هيحصل وهيفضل يقول حاضر ونعم طول المسلسل، ولا هنشوف شكل؟ لا هيتمرد في الاخر. هيتمرد اصلا. هيحصل تمرد بقى، ما هو علشان كده هيسيب البيت ويروح عند جدته ويروح يقعد مع تيتا زوزو في البيت، عشان كده هيحصل المشكله. ماشي، مصر طلعت ناس كتير قوي عباقره والعالم كله بيتكلم عنهم، بس مش يمكن بعد سنين قدام يقولوا اسمي وسط العباقره دول؟ لا هيقولوا ان شاء الله، ان شاء الله هيقولوا. وبكده بتكون خلصت حلقتنا الخاصه مع ابطال وصناع مسلسل تيتا زوزو. يا رب تكون الحلقه عجبتكم. استنونا الاسبوع الجاي وحلقه جديده من برنامج اون سات. اشوفكم على خير. باي باي.